حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. صحي يا صحي. بصي والله بصي داخلة على ترتيب صوابعي عشان ما صحكيش. المفتاح هنا. ميرسي يا ماينو. صباح الخير. صباحك زي الفل. باي باي. بس اكلتها في مصر. انا مبسوط يا ميرو ان عجبتك والله. اعمل حسابك بقى ان انت تعمل دليفري وانا مستعده اشغلك المطعم ده لوحدي. هشوف كده يعني واحده واحده افكر في الموضوع ده.
اوكي، على العموم عندي عزومه الاسبوع الجاي وهاخد الاوردر من عند. طبعا كلنا عارفين مين هيتدبس وبياخد الاوردر. طبعا يا معلم، مين اللي هي؟ طب حسن، ما تعمل كيترنج لما تفتح الدليفري، وازي اول اوردر عندك اهو. ايوه بقى، ما يجيبها الا ستاتها. اعمل حسابك ان العزومه كلها من عندك يا معلم. ربنا. طب سوري يا جماعه، انا اسفه، انا لازم امشي عشان عندي ميعاد مهم. اشوفكم تاني. يلا باي باي. باي باي. طب استني، خد الحاجات اللي انت طلبتها. يلا. اطلبوا اي حاجه لحد ما اجي. سوري يا حسن، انت عارف عمي يزنوا عليا من الصبح، زن 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 زن. لا انا عارف. المهم الاكل يعجبكم. لا اكيد، هكلمك بالليل. ماشي يلا. باي باي. زوزو، انا مش فاهمه اي حاجه حبيبتي. ايه اللي انت مش فاهماه؟ اللي انا مش فاهماه، انا مش فاهمه انت قاعده معايا ليه دلوقتي؟ ايه المشكله المهمه اللي انت عايز تكلميني فيها دي؟ بصي بقى يا ستي، الست امك بقى مش عايزه تسافر معايا رحله النادي، وانا حجزت ودفعت الفلوس خلاص. طب ما عادي، هي ماما بتروح حته اصلا؟ دي بتروح النادي عشان تجدد الاشتراكات بس. لامتى هنسيبها كده؟ المفروض بقى انها تفوق لنفسها شويه. طب ايه؟ عايزاني اكلمها لك؟ اوعي، انت عارفه امك راسها زي الطوبة، لو كلمتيها بقى ممكن تعرض معاكي. طب احلها لك ازاي دي بقى يا زوزو؟ الله، في ايه يا اختي؟ مالك خلقك بقى ضيق كده انت كمان؟ انت غراب قوي على فكرة. طب اهدي كده يومين وبعد كده كلميها. حاضر. عينو يا نعم، ازيكي في موضوع برضو؟ انت كمان؟ يا جماعة انا خفيت امبارح، ما تسيبوني افرح طب قبل سيل المشاكل اللي نزل عليا ده. مش خفيتي؟ استلقى وعدك بقى يا كبير. عايزه اروح الحمام عشان زوزو مزنقاني هنا بقالها ساعه، اروح وارجع لك. بسرعه ما تاخريش. ما بدر يا تفهم. اه يا اختي، ايه؟ مش عقبال ما نمت زوزي يا اختي. قومي يلا. انتي بوس. بوسه في عينك، قومي يلا. انا مش فاهمه بجد انت مطلعانا هنا ليه دلوقتي؟ انت عايزه اتكلم معاكي، تحت كل ثلاث دقايق حد بيدخل، هو فين البتاع اللي بينور؟ هو على ده كلكم حبيبي يا استاذ سليمان، الله يبارك في حضرتك. قبل عينيك. الحمد لله على سلامتك، الف حمد لله على سلامتك. عقبالك. تعيش يا حبيبي، تعيش يا حبيبي. عشان كده ما كنتش عايزاني اطلع من الاوضه. دي وحش يا زوزو، وحش يا زوزو. تتراوية برضه بتربي عليا، انت عمرك ما خليتي عني حاجه. ماشي ماشي يا تتراوية. الله يسلمك يا حبيبتي. انت لحقتوا تعملوا كل ده؟ اي خدعه. بسطتي؟ قوي. مساء الخير. ايه ده شهد؟ اهلا وسهلا. ازيك يا شهد؟ تبقي مبسوطه قوي ان انت جيتي، يعني كنت عارفه. ماشي ماشي. ازيك يا شهد؟ اهلا يا شهد. انت عادي لسه بيركن؟ لا هو وصلني وعنده مشوار، ممكن بقى ما يجيش. طب بقول لك سيبك من العواجيز دول وتعالي اقعدي. لا 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 لا، عايزه اعرفها على بابا وماما. تعالي يا بنتي. اه تعالي بابا وماما. شهد اخت امينه وعليا. اهلا بحضرتك. اه وتلاقي زميلتك في الشغل. زميلتي؟ ايوه. يا سلام، انت بقى مسحوله زي ساره كده كمان في الشغل انت كمان. يلا يلا بقى، يلا عشان نقعد احنا هنا. يلا باي باي. يا عم اسكتي. تعالي يا شهد تعالي. مساء الخير. ازيك؟ اخبارك ايه؟ ازيك؟ اتأخرت ليه؟ الطريق كان زحمة وبعدين اتلخبطت في رقم العمارة، بس كلمت عم نعيم ووصلني. ايوه بقى. الله يبارك فيك. تعالى تعالى اتفضل. هاي سارة، فاكرني؟ طبعا. شهد اختي الجديدة وعلي اختي القديمة. قصة مخططة كده. فاتك بقى ايه؟ وشها امينة وهي مخدودة.
اظنش فاتني كتير. واضح انها لسه مخطوطه. مش قوي شويه. انا جعانه فجاه، والجوع لما بيحصل فجاه بيبقى لازم النداء يلبى حالا فورا ويبقى عنده دم. عينا يعني؟ ايوه طبعا. اسكتي بقى. هي اللي كلمتك؟ اه كلمتني وعزمتني. بس انا كمان كلمتك وما ردتش عليا، اشمعنى؟ عشان كانت النتيجة طلعت. بصراحة خفت لو رديت ممكن احرق لك المفاجأة. مفاجأة حلوة الصراحة. يلا يا مينا في تورتة. تورتة؟ ده في تورتة. يلا بينا. يلا. طب يلا. يلا. تعالى يا سليم اتفضل. ماشي بس يعني التورته ايه؟ يعني انت مش عيد ميلاد؟ ده احلى من اي عيد ميلاد في الدنيا. تعال تعالي. يا ماينو يلا. هي كام يا ماينو؟ انت مش فاهمه انا بقالي قد ايه بتوحم على طبق جبنه بالطماطم زي ده. بقول لك ايه؟ ما تقومي كده تجيبي لنا بيض نعمل اومليت بالخضار. في حاجه معينه؟ مين هياكل الاكل ده كله؟ أنا. يلا قومي قومي بلاش غلبة. أمينة. إيه يا ماما؟ إيه معقولة اللي أنت بتعمليه ده؟ أنت كويسة؟ أيوة يا حبيبتي أنا كويسة، أنا أكلت كتير بس. طبعا ما هي لازم تتعب. ما انت اكلت نص الثلاجه زي كانها لما صدقت ان عمك العادل قال لها ترجع تاكل عادي. طب احمدي ربنا انا سبت لك حاجه على الغدا اصلا. ده على اساس يعني ان انت مش هتاكلي منه على الغدا؟ لا انا نازله. نازله؟ نازله رايحه فين؟ معقوله؟ ما ينفعش كده يا حبيبتي، انت لازم تستريحي. يا ماما انا كويسه، انا كويسه. ايوه انا عارفه انك انت كويسه بس ما ينفعش نزول كل مره كده. طب ردي ردي على تليفونك. انت نازله مع سليم؟ مالكيش دعوه؟ بطلي الخامه بقى واحكي لي. متهيألي بقى انت اللي المفروض تحكي لي. انا نازله ساعه وهرجع تاني. لو موجوده بقى هقعد احكي لك لحد الصبح. ايوه يا عادل. لا تمام كويسه. انا بس كنت عايزه اسالك، امينه كانت بتقول انك طلبت انها تبطل الادويه، صحيح الكلام ده؟ طب الحمد لله الحمد لله. ده انا اللي خايفه بكون بزعجك يعني. طيب انا كنت بس بسألك لو ممكن نعمل مع بعض جدول يعني لمواعيد تحليل أمينة عشان لو هي نسيت أنا أبقى وأفكرها. طب كويس. آه عارفة. حاضر حاضر مش حاضر. سلام.
وده مكانه كده؟ ما ينفعش تلغي على فكره. انا مش هعرف اكون موجود. مش هطلع انا اول اوردر كيترنج وانا من غير ما اشرف عليه. طب مش هتعرف تخلع من عيد ميلاد؟ لا طبعا. لا اعرف اقول لليلى لا ولا اعرف اوديها مع اي حد. فيوم ايه اللي بيعملوا فيها عيد ميلاد؟ فاكرين نفسهم مين؟ كان نفسي اقول لك اخدها انا لعيد ميلاد. ما انا كمان مش هينفع اسيبكم تسافروا لوحدكم كده كده. خلاص. روحي انت لعيد ميلاد. وانا اشرف على العزومه كلها. وايه كمان؟ على فكره مش هينفع تلغي العزومه وتلبس الناس. الشيف هيطبخ كل حاجه وانا هقف فوق دماغه. على فكره مش اوبشن انك تلغي العزومه. يا ما تروحش لعيد ميلاد يا روح انا العزومه واشرف عليها. كل حاجه هتبقى مظبوطه اكنك موجود. هشرفك. انا مش مخوفني غير هشرفك دي بصراحه يعني. انا مش هتكلم عن نفسي كتير. هتشوف بنفسك. كمل يا ابني. الو ده انا لو كنت بتمرن عشان الاولمبياد هاخد يوم اجازه. لا قمت 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 لا لا سعيد والله. طب انت فاضل لك قد ايه فتوصلي؟ مش عايز تطلعوا ناكل مع بعض؟ لا والله ده كان مجرد عزومه بريئه والله. خلاص خلاص اول ما توصلي كلميني وانا هنزل لك على طول. باي. حد قلب ولا اعتياد ولا عملت ايه مع شهد؟ كان اسمها شهد مش كده؟ اه كلمتها؟ لا بارد انت بارد بارد يعني. ما خدت نمرتها ليه؟ عشان لو في اي حاجه جدت الشغل ابقى اتصل بيه بس كده. شغل؟ انت بتستعبط. عايز ايه انت على الصبح؟ ارحمني. لا يا مان مش انا اللي عايز، هي اللي عايزه. كان باين قوي من يوميها ان انت عاجبها. قول لي بقى انك ما خدتش بالك واستعبط وكلمني عن الشغل. لا واخد بالي. طيب حضرتك تكلمها وتدوس معاها، مش ناوي تدوس معاها انا اولى. انما نعمه زي دي تيجي لحد باب المكتب نقول لها لا ربنا يحاسبنا. طب روح شوف شغلك بقى يا حبيبي. ماشي روح يا بابا. ضايع. ماما تعملي ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي بس؟ انا بلعب بلعب. اصل الجو حلو قوي النهاردة. تحبي تاكلي؟ عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ قولي اختصري. ما بعرفش اركز في اللعب ابدا طول ما حد بيفرق جنبي.
خيار الكوافير، احنا بقالنا كتير ما رحنالوش. ايه رايك تحبي نروح؟ انا عندي بعد معاه بعد يومين، ممكن اكلمه واخد معاد لبكره. اوكي اصل انا فاضيه النهارده يا ماما، لو تحبي نروح يعني. شوفي كده وقولي لي. عاده لما حد بيختفي في المجموعه اول حاجه دماغنا بتروح لها يعني. على كده بقى لما اختفيت بعد الدهشور اكيد ما كنتوش طايقيني. لا بس الوضع كان مختلف معاكي، انت اختفيتي لسبب. وبعدين مين قالك ان احنا ما كناش مطمن عليكي؟ هو انت بتلحق امتى تطمن عليا وتشوف مين محتاج ادويه ومين عايز يعمل عمليه ومين نفسه في حاجه فتعملها له، ومقضيها كمان سفر وخروج ما شاء الله. انا اللي مقضيها سفر وخروج؟ ايوه. يعني فكره ان احنا نروح دلوقتي للسخنه صد رد عشان ناكل سمك دي فكرتنا؟ ما انا قلت لك كل يوم هعمل حاجه مختلفه ومش هخطط لها، اما نشوف اليوم هيودينا فين. سخنه تربيتك يا استاذ. تربيتي؟ طيب هنشوف هتصمدي قد ايه. وبعدين انا ما بتصرف كده عشان انا مش فاضل لي كتير. ايه كل مره هتتخضي كده؟ المفروض عرفتيني. انا مش بتخضي، انا بتضايق لما بتقول كده. ايه هتوحشك رخام كده؟ هتوحشني انت يا سخي. ايه؟ ايه ولا حاجه. ايه في ايه؟ هوحشك؟ يمين ولا شمال؟ يمين. بصيلي هوحشك؟ ما ده يركز معايا في الطريق. هركز معاكي في الطريق. يمين ده؟ ده؟ يمين ده؟ ماشي. انت بقى مش هتوحشيني. خالص. خالص. بس. ماشي. يمين ها؟ يمين والله. وكافيار. بارفان. ايوه ايه ده؟ حسيني يا كلبه يا روحي. حسيني 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 مو ايه المفاجاه الحلوه دي يا زوزه؟ يعني بتسالي يعني ايش؟ طب ايه مش كنت تقولي افرضي جيتي ما لقيتينيش؟ لا ما انا عارفه جدولك. المهم عملتي ايه في الشغل وعامله ايه مع عمك؟ اظن مغلبه طبعا. بصي يا ستي، بالنسبة للشغل لسه مفيش حاجة ظبطت، أهو في انترفيو ببنك كده ربنا يسهل. ادعيلي. ربنا يوفقك يا حبيبتي. وبالنسبة بقى لعمي أنا طبخاله مكرونة عشان ما تقعديش تقولي إن أنا بروتة. وهي المكرونة دي يبقى اسمها طبخاله؟ يا زوزة بقى اللي بعرف أعمله. كمان أصلا في واحدة بتيجي كل أسبوع بتطبخ وبتنظف وهو طول النهار بره، يا إما في العيادة يا إما في المستشفى. بقول لك إيه؟ تشربي حاجة؟ هغرفلك يا ستي. اقعدي انا مش جعانه، انت وحشاني. انت مكسوفه ولا ايه يا زوزه؟ لا مش مكسوفه ولا حاجه، بس مش عايزه اتاخر، عايزه الحق القطر. ايه ده؟ انت مسافره مش هبتي؟ عندي شغل بكره بقول لك. انا قلت اخطف لي يوم كده اجي اطمن عليكي فيه ونشوف هنعمل ايه. هنعمل ايه في ايه؟ الله، انت مش المفروض جايه هنا تغيري جو وتبعدي عن المشاكل شويه هناك؟ ها؟ وقلنا بالمره كده سكه شغل جديده يمكن تتفتح لك هنا. وهو عدى الوقت وبيتهيالي كده ان انت هديتي والحمد لله، بس لسه موضوع الشغل ده مفيش جديد فيه. يبقى لازمته ايه القعده هنا؟ لا والله يعني ولا وحشاكي ولا جايه تطمني عليا ولا اي حاجه من الكلام الحموسي ده، جايه تاخدي العياله المضافاير معاكي على اسكندريه، صح؟ عمي كلمك اشتكى لك مني؟ لا كلمني ولا اشتكالي، بس المثل بيقولوا ايه؟ اذا كان حبيبك عسل. وبعدين الراجل ده طول عمره عايش لوحده، ما تعودش حد يشاركه في بيته. مش فاهماكي، اللي يسمعك بتقولي كده يقولك ان انا مشاركاه في سريره. يا ماما قاعد بطوله، ده انا اخده بحسه. والبيت بقى اللي حسه راح من ساعه ما سافرتي، ما نفسكيش تمليه تاني؟ بصي يا زوزه انا عايزه اشتغل هنا، وانتي بقى خدي اجازه اعملي استقاله، المهم هتيجي تقعدي معايا في القاهره ونعيش هنا. شوفي البيت، يعني نقول للراجل بقى يمشي ويسيب بيته كمان. دي انت يا ريت بصراحه البيت حلو.
ممكن تطلع برا انا هعمله. شكرا. مش هينفع عشان انا داخله سليم. اه يا حبيبتي عادي داخله لوحدي يعني مفيش مشكله. لا ما هما في البيت عارفين ان انا عندي شيفت ليلي بقى. والله انا كمان كان نفسي اخرج معاه يعني. سلمي عليه كتير وقولي له خلاص يعني ان شاء الله نتقابل مره تانية بقى. معلش. طب يلا حبيبتي عشان الفيلم هيبتدي. حضرتك تبع الملاهي؟ لا بس انا معايا كارت، لو خربشتي ظهره أو السؤالنن ده خربش ظهره هتكسبه هدية فورية. ماما أنا عايزة أخربش. أحباب الله فعلاً حبيبي. معلش مرة تانية. لا دلوقتي. لا شوفي مدام زن الله في سماء ما هيبطل زن أبداً، بس أنا عندي ابن زيه كده. سارة؟ أيوه. سارة؟ أه. تصدقي ما عرفتكيش؟ مش عارفة تفتكريني ولا لأ. أنا لبنى الجمل، كنا بنطير سوا زمان. لبنى؟ صدقين ما اتغيرتيش خالص. ازاي بقى؟ ده انا عامله عمليه في مناخيري ودافع فيها قد كده. هزعل قوي لو شكلها ما اتغيرش. انا اسفه جدا ان انا لابسه اللبس ده، اصل ابني عنده بروجكت في المدرسه. المدارس الانترناشونال دي عليها حاجات. ده ابنك انت وكابتن شريف؟ كروت انت في الجواز والخلفه ما لحقتيش تشتغلي مع انك كنت اكتر حد شاطر في دفعتنا. طلع له ايباد، هستلمه منك ولا من فين؟ لا بصي هتستلميه من مقر الشركه اللي مكتوب هنا ورا الكارت. بكره بس انا مش فاضيه بكره، ما تسلميه لي دلوقتي. لا هو بكره يا حبيبه قلبي، بكره في المقر اللي مكتوب هنا عندك في العنوان. هي شكلها نصبايا من الاول. يلا يا ابني يلا. اوكي اسيبك بقى دلوقتي، يا دوب الحق اروح، عندي طياره بعد ساعتين. ايه ده، هو انت لسه بتشتغلي مضيفه؟ لا بقيت ماسكه منصب اداري بس مسافره مدريد فسحه مش شغل يعني. مبسوطة قوي اني شفتك يا سارة، خليني اشوفك تاني بس لما تفضي. باي. لما افضي. شوفي في الفترة الأولانية هتعملها كل أسبوعين، وبعد كده هتبقى مرة في الشهر، والبذل هيبقى كل ثلاث أشهر. أنت مطمن للموضوع ده؟ أنا أكيد مطمن، وأنت كمان لازم تطمني. وبعدين مفيش داعي يا نادية للتوتر اللي أنت فيه ده عشان ما توتريهاش. والله أنا ما بوترهاش حقيقي، أنا ما بعملهاش أي حاجة، مش عايزة أضايقها في أي حاجة، أنا بسيبها تعمل اللي هي عايزاه. حتى لو كان الموضوع ده ممكن يكون بيضايقني زي موضوع شهد مثلا. يعني ايه مش فاهم؟ بص في الاول وفي الاخر شهد اختهم، ومش المفروض ان انا اقول لهم يتصرفوا معاها ازاي ولا يحطوا حدود معاها ازاي. ناديه شهد بنت جدعه، هي صحيح تبان من بره انها صعبه وقويه، بس صدقيني القوه اللي هي فيها دي من جواها فيها طيبه. ما يهمنيش طيبتها ولا يهمني قوتها، انا يهمني نفسيتها ناحيه بناتي. انت ما شفتش شكلها كان عامل ازاي ساعه ما كنا عندها في البيت؟ انت ناسيه انها عاشت سنين طويله ربنا، احنا ما صدقنا انها رجعت لحضن هنا تاني. يا ناديه البنت عايزه تحس انها بقت وسطنا. معرفش، انا مش عايزه اكون بظلمها. هي هتقعد عندك قد ايه؟ هي بتقول هتقعد فترة كده لغاية لما تلاقي شغل، وبعد ما تلاقي شغل هتاخد شقة. تلاقيك بتعد الأيام. بيني وبينك أنا أصلي بقالي سنين طويلة عايش لوحدي، مش متعود إن حد يبقى جنبي.
كويس انك لحقتيني، انا كنت نازله. بقول لك ايه؟ قولي لامك يا حبيبتي بقى تفك كيسها وتشتري لكم خلاط جديد. ما هو ده الجديد اللي باظ. ده جديد؟ ده من ايام جوازك. على فكره بقى، المصلحه الوحيده من جوازك من شريف ان امك جددت شويه حاجات قديمه عندها في البيت. المصلحه الوحيده من جوازي من شريف هي زياد. وبعدين مش معقوله يا زوزو بعد العمر ده كله مش لاقي حاجه تتريق عليها غير جوازي وطلاقي. خلاص يا حبيبتي، مفيش داعي تزعلي قوي كده. شوفي لي حاجه من فشلاتك الكتيره عشان اتريق براحتي. ارحموني بقى، انا ما فشلتش على فكره. وبعدين التريقه اللي انتوا عمالين تهروني بيها دي هي اللي مخلياني واقفه محلك سر، هي اللي مخليه ناس كانوا اقل مني دلوقتي بقوا احسن مني. يعني انت شايفه ان التريقه هي اللي مخلياكي مكانك سر مش جبنك؟ بس صدقي بالله انا ظلماكي، انت ما فشلتيش. بس اللي بيفشل ده بيكون جرب وما نجحش، لكن انت لا جربتي ولا حاولتي حتى تجربي. كم مره امك قالت لك شوفي لك راجل يتجوزك عشان اطمن عليكي؟ عملت ايه؟ ولا حاجه. حتى الوظيفه اللي انت فيها اللي ملهاش اي ملامح دي رحتيها عشان مزقوقه عليها. صدقني انا فعلا فاشله، فاشله عشان بسمع الكلام. الاول سمعت كلام راجل قعدني من الشغل عشان يرجع يلاقي واحده حلوه مستنيه في البيت، ولما عملت كده زهق. ما انا تقيله بقى، ورماني بس معايا حته لحمه حمر. وسمعت كلام ابويا وامي لما قالوا لي اوعي تشتغلي وخلي بالك من زياد عشان زياد محتاج لك، وفي الاخر كلكم شايفيني فاشله. حتى ابني شايفني فاشله وما عملتش حاجه وبيقول لي انت ما تقدريش تعملي حاجه. المشكله ان انا مش قادره اغلطكم لحد ما بين اماره، يعني انا لازم احسسكم كلكم ان انا اقدر اعمل حاجه. سارة، سارة انت عارفة انا بحبك قد ايه؟ انا بحبك زي امينة بالظبط. انا عارفة اني قسيت عليك، بس عشان مصلحتك ما تسمعيش كلام حد، اعملي اللي انت عايزاه وبس. يلا بكره الساعة 8 اللي بعد. طيب. هو دول بقى ست زباين جداد جايين على حس العزومة بتاعت ميرو، شكلها كانت حلوة فعلا يا بنت. أي خدمة. شرفتيني يا لولو. طالعة الجاية بقى أنا أديكي نسبة، شغل شغل. يا سلام، خلاص كل مرة أنا هاجي فيها هنا هدفع حسابي، ما هو الشغل شغل. والله ده أقل واجب المفروض تعمليه. بطل بقى. بس انت عارفه لولو ان انا موضوع الكيترينج ده ما كانتش في حسبتي خالص. طب ما تخليه في حسبتك. ما هو خلاص اكيد بقى في حسبتي، بس يعني الدنيا مش سهله كده. مش شغلانه من بتوعك افكر فيها الصبح وانزل اعملها بالليل، لا. بقول لك ايه؟ مش الموضوع نجح؟ نجح. بس بقى عشان النجاح ده يستمر الواحد لازم يخطط له كويس. هكمل وهنفتح فروع كتير قوي وفلوس كتير قوي 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 قوي. ميرسي يا عادل. ما تقوليش كده يا ناديه، انا تحت امرك اي وقت. ناديه. ناديه احنا ما ينفعش نتعامل مع بعض بالشكل ده. الجرح خلاص انفتح، وما دام انفتح ما ينفعش يتساب مفتوح. احنا مش كنا قفلنا الموضوع ده خلاص؟ ايوه كنا قفلناه، بس لازم برضه نرجع نتكلم فيه تاني. لسه عندك كلام عايز تقوله؟ لا، المرة دي أنا عايز أسمعك. شوفي أنت فاضية إمتى، وخلينا نقعد مع بعض نفضفض كل اللي جوانا. اليوم السخيف اللي حصل ده أنا طلعت منه بحاجة، إن اللي بينا لسه ما ماتش.
لسه واجعني ولسه واجعك. فخلينا ناخد قرار، يا نقفل الصفحة نهائي يا نفتحها ونشوف فيها ايه. في ايه؟ أنا في ايه؟ أنت في ايه؟ وبسرعة بقى لو سمحتي قبل ما البنات يجوا. بنات؟ هو مش عليا بس اللي جاية؟ أنا قلت الشهادة تيجي بالمرة، عليها هتعدي عليها تاخدها. قولي يلا بسرعة. ايه اللي أنت بتقولي فيه؟ أهم جم. ازيكم يا بنات؟ جعانين. هو انتوا ما طلبتوليش اكل ليه؟ ما انتوا عارفين انا عايزه كليه يا جماعه. في ايه؟ والله مش هتستني يا شهده يعني تطلب ايه؟ مفيش دم خالص كده؟ شهده ايه؟ ساعه البطون يا ماما. ما حدش يقلق عليا خالص، انا جيت هنا 100,000 مره وحافظه لمين يوصل، عارفه هطلب ايه. بقول لكم ايه؟ تيجي نخلص هنا بقى ونطلع نروح السينما نتفرج على فيلم. فيلم ايه؟ لا فيلم رعب تاني؟ لا 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 اتفضلوا روحوا انتوا. لا ايه ده، هي شهده كمان ليها في افلام الرعب زيك؟ ايه ده انت مالكيش؟ لا خالص الصراحه، بس انا عمري ما اتفرجت على فيلم رعب في السينما فممكن اجرب. جربي يا حبيبتي، انا بقى هاكل واروح. لا انا مش ناويه نقطع الخلف، صحيح انا مش عايزه اتجوز تاني بعد الوضيع بس الامر ما يثبتش. طب وانتوا عارفين بقى ان اونكل مسافر كده كام يوم وانا هضطر ابات لوحدي في البيت، وهو ده بقى فيلم الرعب اللي هيبقى على حق. طب لو خايفه انا ممكن اجي بات معاكي. والله فكره حلوه، ما تيجي بقى كلنا كده نبات مع بعض. وانت بتعزميني بقلب جامد على اساس ايه؟ عمك لو عرف هيتلاقي دوراكي. خليني اختار احسن، انا هختار بقى واحد فاهيتا فراخ وعصير ليمون بالنعناع. ما تردي. لا حبيبتي ما تركزيش مع شاهد، يعني شاهد الخبيره في الحاجات اللي زي دي، تعرف امتى تتقال وامتى تروح. انتوا مين بقى قال لكم ان المكالمه دي من الحاجات دي؟ ومين قال لك؟ مين قال لك يا ساره؟ ايوه انا مفتريه ساره، بتبلى عليك. يا اختي الميني انا جعانه. ايه الاخبار؟ مشغوله ولا ايه؟ هو انا فعلا يعني كنت مشغوله بس دلوقتي خلاص فديت. قولي بقى انت عامل ايه؟